السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة متطلبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم مرحبا في حصة جديدة لمادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض جزء من الأجزاء المهمة جدا، اللي هي الفصل الرابع والفصل الأول. طبعا لأن إحنا بقالنا كتير ما اتكلمناش على الفصل الأول، فالنهاردة عملنا مراجعة عليه مع الفصل الرابع اللي هو آخر فصل اشتغلنا عليه. طبعا من الحاجات اللي المطلوب مننا نعرفها بعد انتهاء الحصة، لازم تبص على نواتج التعلم بتاعتك. المطلوب منك ايه بعد الحصة ما تخلص؟ اول حاجة لازم تعرف ازاي تستنتج العلاقات الفيزيائية المختلفة مع الربط بينها. تاني حاجة لازم تعرف العلاقات البيانية. يمكن احنا قلنا قبل كده العلاقات البيانية من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تعرفها، لان ما فيش امتحان بيجي الا ما يجيب فيه علاقات بيانية. لان العلاقة البيانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف للي انت بتعمله عملي. يبقى الشغل العملي احنا بنحوله لعلاقة رياضية. يبقى انا عشان اعرف انت فهمت ولا لا العلاقة بتاعتك الرياضية بحولها لعلاقة بيانية، والعلاقة البيانية دي بتبقى علاقة احصائية. طبعا لازم تبقى عارف ايه اهمية المراجعات الجزئية على كل جزء عشان تعرف المراجعة بتاعتك فايدتها ايه. كمان مهم جدا تدرس العلاقات المجمعة. لو انت عندك تجميعة علاقات ازاي تربطها ببعض، ازاي تفهم معنى كل علاقة منهم عشان تقدر تتكلم بشكل سليم على المنهج كله. يبقى انا مش مجرد ان انا بعرف العلاقة بتاعتي بس اللي انا شغال فيها، ممكن اخد علاقة عفوا من جزء قديم او من فصل قديم واستخدمها، او علاقه من السنه اللي فاتت واستخدمها معايا في السنه دي، مفيش مشكله خالص. لان العلاقات الرياضيه الفيزيائيه دي علاقات متراكمه، فانت ممكن تلاقي علاقه باخدها في اولى ثانوي بتستخدمها في ثالثه ثانوي، مفيش مشاكل. طبعا اول حاجه السؤال الاول زي ما قلنا العلاقات البيانية، الشكل اللي قدامك ده علاقة بيانية بين لامدا ونيون اللي هو الطول الموجي والتردد لعدد من الشوكات الرنانة في الهواء. هو عايز قيمة اكس. طبعا من الحاجات المهمة اللي انت لازم تعرفها ازاي تقرأ الرسم البياني، لان قراءة الرسم البياني دي من الحاجات الهامة جدا. اولا ان عندنا هنا علاقه بين الطول الموجي لامدا بالمتر والتردد نيو بالهرتز. انا عندي هنا الطول الموجي لما كان 5 كان التردد بتاعه 60. طب الطول الموجي لو 2.5 التردد بتاعه هيبقى كام؟ واحد بيقول طب ايه العلاقه اصلا بين التردد والطول الموجي؟ احنا عندنا علاقه بين التردد والطول الموجي علاقه عكسيه، علاقه عكسيه. طبعا في نفس الوسط اللي هو الهواء يبقى السرعه ثابته. احنا اتفقنا قبل كده قلنا اذا كان الوسط ثابت يبقى السرعة بتاعتي ثابتة، اذا تغير الوسط يبقى هتتغير مع السرعة. طب بما ان الوسط ثابت يبقى السرعة هتبقى ثابتة، يبقى انا معنى كده ان لو ضربت التردد اللي هو 60 في الطول الموجي 5 اللي هو هيبقى كام؟ 300. يبقى سرعة الصوت او سرعة التردد او سرعة الموجة دي في الهواء 300. طيب يبقى لما اضرب 2.5 في اكس المفروض تديني ال 300 برضه. يبقى 5 في 60 هتساوي 2.5 في اكس. طيب يا ترى بقى اكس هتساوي كام؟ طلع آلتك الحاسبه كده وابدا احسب عشان تطلع قيمه اكس. حسبنا ايوه اكس هتساوي 120، لان 120 في 2.5 هتساوي 300. راجع معايا الحساب كده وشوف 5 في 60 المفروض هيساوي 2.5 في اكس، يبقى هقسم على 2.5 يبقى 5 على 2.5 فيها ال 2، 2 في 60 تبقى ب 120. السؤال اللي بعد كده اذا كانت النسبة بين الزمن الدوري لجسم مهتز وتردده هي 1 على 256 ثانية، فإن عدد الذبذبات التي يصدرها الجسم خلال 20 ثانية هو. يبقى أنا عندي هنا علاقة بين الزمن الدوري والتردد 1 على 256. يبقى نفهم من كده على طول
ان 1 على 256 دولت اللي هي 1 على التردد تربيع. هقول ليه التردد تربيع؟ لان الزمن الدوري بيساوي 1 على التردد، يبقى لما اقسم 1 على التردد على التردد كمان يبقى 1 على التردد تربيع. يبقى الرقم اللي تحت ده اللي هو 256 هو عبارة عن مربع التردد. طب انا عايز اجيب التردد هعمل ايه؟ برضو بالآلة الحاسبة هنقوم عاملين ايه؟ واخدين الجذر اللي ايه؟ التربيع اللي 256. 256 جذرها كام؟ يلا يا شطار، الآلة الحاسبة معانا. ها 256 جذرها بالظبط هيبقى 16. يبقى جذر ال 256 هيبقى 16. تمام. وعدد الذبذبات اللي يصدرها الجسم خلال 20 ثانية هتبقى كام؟ احنا عندنا عدد الذبذبات اللي هي عدد الموجات بيساوي ايه؟ او هتقول هنجيبها ازاي؟ هقول لك تمام، تعال احنا عندنا التردد طلع 16، التردد بيساوي عدد الذبذبات او الموجات على الزمان بالثواني، يبقى هنقسم عدد الموجات على 20 يساوي 16، يبقى هنعمل مقص هيطلع عدد الذبذبات يساوي التردد في الزمن، التردد اللي هو 16 في الزمن 20. يبقى الاجابات بتاعتي 256 ولا 160 ولا 320 ولا 460 ذبذبه. الاجابه هتبقى 320 ذبذبه. يبقى هنضرب 16 اللي هو التردد في 20 اللي هو الزمن، يطلع 320 ذبذبه خلال ال 20 ثانيه. طبعا دي من الحاجات برضو المهمة ان انت بتربط العلاقات ببعضها زي ما قلنا في الاول. انا ربطت هنا علاقة اللي هي الزمن الدوري اللي هي 1 على التردد، لما اقسمه على التردد تاني يطلع 1 على التردد تربيع. خلي بالك هو ممكن يغير لك الرقم ده، مفيش مشكلة خالص، ممكن يقول لك مثلا رقم تاني مثلا 289، اي رقم تاني يديك ارقام تانية مفيش مشكلة، يجيب مثلا جذرها 17 جذرها 20، يقول لك 1 على 400، واحد على 10,000، مفيش مشكلة خالص. يبقى هو لو خد أي رقم هنا يبقى ناخد جذره، الرقم المقام ده أخد الجذر بتاعه يدينا الإيه؟ التردد. نبدأ نشوف السؤال اللي بعد كده. موجة مستعرضة سرعة انتشارها 32 متر على الثانية وترددها 16 هرتز، فإذا كانت المسافة الأفقية بين قمة وقاع متتاليين تساوي المسافة الرأسية بينهما فتكون سعة الموجة، يا ترى الاختيارات بتاعتي 1 متر ولا 75 من 100 متر ولا نص متر ولا 25 من 100 متر؟ فكر وبص كده وابدأ اشتغل شغلك العادي. هو مديني ايه في العلاقة اللي قدامي؟ مديني سرعة انتشار الموجات ومديني التردد، ايه العلاقة اللي بتربطهم؟ يلا يا شطار، العلاقة اللي بتربط السرعة بالتردد، السرعة في والتردد نيو، يبقى في بتساوي لامدا في نيو. الله، طب انا من هنا ممكن اجيب لامدا لان انا عندي في وعندي نيو التردد، يبقى لامدا هتساوي في على نيو، يبقى 32 على 16. 32 على ايه؟ 16. 32 على 16 فيها الاثنين، ده الطول الموجي. واحد يقول لي طب ايه علاقة الطول الموجي باللي احنا بنقوله؟ احنا عايزين سعة الموجي. هقول لك تعالى بص على بقية السؤال. بيقول لي إذا كانت المسافة الأفقية بين قمة وقاع، المسافة الأفقية بين قمة وقاع اللي هي نص الطول الموجي. نص الطول الموجي. يبقى نص الطول الموجي اللي هو بيساوي 1 متر، احنا جبناها من دقيقة واحدة بس، قلنا الطول الموجي بيساوي 32 على 16 ب 2 متر، يبقى المسافة بين قمة وقاع متتاليين هتبقى نص لمضة، يبقى نص لمضة بتساوي 2 متر، يبقى اللمضة بتساوي 1 متر. واحد يقول لي برضو أنا ما جبتش العلاقة، ما جبتش ساعة الموجة. طب هقول له تمام، عرف ساعة الموجة كده. ساعة الموجة المستعرضة هي أقصى إزاحة للموجة المستعرضة إلى أعلى أو أقصى إزاحة إلى أسفل.
يعني أقصى قمة أو أقصى قاع. طب أنا عندي المسافة بين المسافة الرأسية بين القمة والقاع المتتاليين بتساوي نص الطول الموجي اللي احنا طلعناه بواحد، يبقى المسافة الرأسية بتساوي واحد. طب المسافة الرأسية يعني معنى كده إنها قد إيه؟ إحنا عندنا ساعة الموجة هي المسافة اللي فوق أو المسافة اللي تحت، يبقى مسافة القمة أو مسافة القاع. طب أنا عندي المسافة بين القمة والقاع يعني قد إيه من ساعة الموجة؟ ها؟ يبقى 2 ساعة الموجة، يبقى 2 ساعة الموجة هيساوي 1 متر، يبقى ساعة الموجة بس بتساوي كام؟ يلا احسب كده وقول لي. نحسب كده ونشوف. هتساوي نص متر. يبقى هنا ربطت بين كام حاجة؟ أول حاجة ربطت إن أنا جبت الطول الموجي اللي هو لامدا اللي هو في على نيو اللي هو 32/16، وعرفت كمان إن الطول الموجي بيبقى ضعف المسافة بين قمة وقاع متتاليين. إحنا حافظين الطول الموجي بيساوي المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. طب بين قمة وقاع يبقى ضعف المسافة بين قمة وقاع متتاليين، وده تعريف تاني لأن إحنا اتفقنا على كده. النظام بتاعنا الجديد ما بيعتمدش على اللي أنا حافظه، بيعتمد على اللي أنا بفهمه مش اللي أنا بحفظه. يبقى إحنا هنا بنفهم إن المسافة بين قمة وقاع متتاليين تساوي نص الطول الموجي. ها نفكر كده ونشوف. سبتكم 2 دقيقة نفكر. يبقى المسافة هنا بتساوي ضعف الطول الموجي اللي هي قمة وقاع متتاليين، ودي حتة برضو مهمة ممكن يجي لي مفهوم يقول لك ضعف المسافة بين قمة وقاع متتاليين، يبقى ده التعريف الطول الموجي. طب المسافة الرأسية بين قمة وقاع متتاليين يساوي ضعف سعة الموجة، ضعف سعة الموجة. طب يبقى أنا عندي ضعف سعة الموجة بتساوي نص الطول الموجي. طب الطول الموجي 2 يبقى نص 1 بيساوي 2 ايه اللي هي سعة الموجة، يبقى اقسم على 2 اطلع نص اللي هو الإجابة على السؤال. نشوف السؤال اللي بعد كده. موجتان ترددهما 600 و 300 هرتز على الترتيب وتنتشران في الهواء، فتكون النسبة بين سرعتيهما، مديني اختيارات، 1 إلى 1، 1 إلى 2، 2 إلى 1، 1 إلى 4. نفكر كده. الإجابة هتبقى 1 إلى 1. ليه؟ لأن هنا نفس الوسط الهواء، والسرعة في الوسط الواحد ثابتة ما بتتغيرش. السرعة في الوسط الواحد ثابتة ما بتتغيرش، وبالتالي النسبة هتبقى 1 إلى 1. طبعا محدش يفكر يقول لي طب لو قال لي النسبة من التردد، التردد هيبقى ايه؟ 1 إلى 2. طب النسبة من الطول الموجي هيبقى 2 إلى 1. يبقى احتمالات الخطأ موجودة عندك كلها في الإجابات، عشان كده لازم تفكر كويس قوي والمعلومة تكون عندك. في حاجات ثوابت ما بتتغيرش، منها سرعة الموجة في نفس الوسط. نشوف السؤال اللي بعد كده. ثلاث صنابير تستخدم كل على حدة لملء خزان، الصنبور الأول يملأ الخزان في ساعة، والثاني في نصف ساعة، والثالث في ربع ساعة، فإن الزمن اللازم لملء الخزان إذا تم فتح الصنابير الثلاثة معا.
يبقى أنا عندي الخزان الأول بيملاه في ساعة، الخزان الصنبور التاني بيملأ الخزان في نص ساعة، الصنبور التالت بيملاه في ربع ساعة، يبقى الزمن اللازم لملء الخزان هيبقى كام؟ يا ترى هو سبع ساعة ولا تلات أرباع ساعة ولا 7 على 9 ساعة ولا 3 على 7 ساعة؟ طبعا نفكر كده ونشوف سؤالنا إجابته هيبقى إيه. نفكر ونقول سؤالنا الإجابة بتاعته هتبقى إيه. يبقى أنا لو فتحت لمدة ساعة كل صنبور منهم، يبقى الصنبور الأولاني هيملأ لي الخزان مرة، التاني هيملاه مرتين، التالت هيملاه 4 مرات، يبقى أنا كده لو فتحته ساعة هيتملي مرة واتنين يبقى 3 مرات وأربعة يبقى 7 مرات، يبقى أنا لو فتحت ساعة الصنابير كلها مع بعض هتتملي 7 مرات، يبقى المرة الواحدة هتملاها في كام؟ في 7 ساعة. يبقى أنا أفكر كده لما أجي هفتح الخزان لمدة ساعة عشان أوحد الزمن بتاعي، يبقى ساعة ساعة ساعة، يبقى الأول هيملاه مرة، التاني هيتملي مرتين، التالت هيتملي 4 مرات، يبقى أنا لو فتحت ساعة كاملة يبقى أنا هملى الخزان 7 مرات، يبقى لو أنا فتحت سبع ساعة هيتملي الخزان مرة واحدة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي إذا قل نصف قطر أنبوبة يسري فيها سريانا هادئا عند نهايتها للنصف، فإن معدل السريان الكتلي هيقل للربع ولا يقل للنص ولا يظل ثابت ولا يزداد؟ 4 أمثال. يبقى احنا عندنا هنا لو انا قللت نصف قطر الأنبوبة يبقى السائل اللي هيمشي هنا سريان هادئ هيحصل له ايه؟ المفروض ان سرعته هتزيد. طب معدل السريان، المعدلات يا جماعة ونقول مرة واتنين وتلاتة، معدلات بتبقى ثابتة. هتقول يعني ايه؟ يعني يظل معدل ثابتا. طب ليه؟ لان انا عندي قاعدة بتقول ايه؟ قانون بقاء الكتلة، يبقى لازم الكتلة اللي داخلة قد الكتلة اللي خارجة في نفس الزمن، لأن المعدل بالنسبة للزمن، فلازم كتلة السائل اللي داخلة في الثانية تساوي كتلة السائل اللي خارجة في الثانية، حجم السائل اللي داخل في الثانية يساوي حجم السائل اللي خارج في الثانية. واحد يقول لي طب ما السرعة بتزيد، هقول له تمام السرعة بتزيد لأن نص القطر بيقل، فلما أضرب السرعة في نص القطر يطلع رقم إيه؟ أو السرعة في مربع نص القطر اللي هي المساحة يطلع الزمن ثابت. يبقى الزمن هنا عندي يطلع المعدل ثابت لأن الزمن عندي يبقى كله ثانية، يبقى لازم كمية اللي داخل في الثانية هنا تساوي كمية اللي خارج في الثانية في الناحية التانية. يبقى هنا خلي بالنا مع بعض، يبقى أنا كده قلنا السرعة في نفس الوسط ثابتة، معدلات السريان الكتلي والحجمي ثابت، عدد خطوط الانسياب ثابت. خلي بالكوا الحاجات الثابتة دي عشان بتيجي كتير، يبقى العلاقات الثابتة دي مهما غيرت في العلاقة فهتلاقي الحاجات دي ثابتة، يبقى انت هتغير في التردد، تغير في الطول الموجي في نفس الوسط يبقى السرعة ثابتة، هتغير في نص القطر، هتغير في السرعة، هتغير في المساحة، المعدلات ثابتة، عدد خطوط الانسياب ثابتة، دي ما بتتغيرش مهما اتغيرت، أو مهما غيرت في المساحة، مهما غيرت في نص القطر، مهما غيرت في السرعة، المعدلات ثابتة لأن ده بيخضع لقانون بقاء الكتلة. قانون بقاء الكتلة ونركز قوي.
السؤال اللي بعد كده، خرطوم مياه يسري به ماء سريانا هادئا، مساحة مقطعه عند المنبع 25 سنتيمتر مربع، وعند نهايته 5 سنتيمتر مربع. فإذا كانت سرعته عند مصدر الماء 4 من عشرة متر على الثانية، فإن كتلة الماء المنساب خلال 15 دقيقة هتبقى كام؟ علما بأن رو اللي هي كثافة المية 1000 كيلوغرام على المتر تكعيب. يا ترى الإجابة هتبقى إيه؟ 500 كيلوغرام، ولا 900 كيلوغرام، ولا 2000 كيلوغرام، ولا 2500 كيلوغرام؟ طبعا هنا لازم نفكر كويس، الكتلة بتساوي ايه؟ لو رجعنا لورا كده، الكتلة بتساوي رو في A في V في T. رو في A في V في T. رو عندي 1000، ال A أنا عندي 2A، 25 و5. يا ترى اخد ال25 ولا ال5؟ ده أول نقطة لازم نفكر فيها. ال V موجودة عندي 4 من 10، ال T 15 دقيقة، فهحولها لثواني، يبقى 15 في 60، يبقى أنا عندي كده 1000. عندي ال E أنا محتار بين 2، عندي ال V موجودة واحدة بس 4 من 10، عندي ال T 15 في 60 يعني 900. طب يا ترى أنا هضرب إيه؟ خلي بالك وركز كويس، أنا عايز كتلة الماء المنساب. واحد يقول لي المنساب يعني الخارج، هاخد النهاية. هقول له تمام، ده إذا كان عندك سرعة النهاية. أنت عندك هنا سرعته عند المصدر يعني عند المنبع، يعني هاخد ال25، مش هينفع هاخد ال5. طيب واحد يقول لك هضرب 4 من 10 في 25 في 900. هقول له خلي بالك برضو، انت عندك هنا المساحة بالسنتيمتر مربع، المساحة بالسنتيمتر مربع، واحنا بنشتغل بالمتر، فلازم احوله. يبقى 25 دي لازم تتحول، هتضرب في 10 اس سالب 4. يلا جاهز آلتك الحاسبة كده، واضرب لي بقى رو 1000 في A 25 في 10 أس سالب 4 في V 4 من 10 في 15 في 60. يلا زي الشاطر كده طلع لي بقى الإجابة هتساوي كام؟ بالظبط 900 كيلو جرام. ليه بقى يا أساتذة؟ لأن 25 في 10 أس سالب 4 في 1000 يبقى 2.5، في 4 من 10 يبقى 1، في 900 يبقى 900. السؤال اللي بعد كده، لوح مساحته 0.5 متر تربيع ينزلق بسرعة 2 متر على الثانية بين لوحين مستويين أفقيين ومتساويين، بينهما سائل سمكه 8 سنتي، معامل لزوجته 8 من 10 كيلوغرام على المتر في الثانية، فإن القوة اللازمة لتحريك اللوح بينهما على بعد 2 سنتي من أحدهما تساوي كام؟ نفكر، المسألة قدامنا هيت القوة اللازمة لتحريك اللوح على مسافة تبعد 2 سنتي من أحدهما تساوي كام؟ يبقى أنا عندي هنا اللوح بيتحرك بين اللي السائل أو بين طبقتي السائل، السمك بتاع السائل 8 سنتي، بيبعد عن 1 2، يبقى بيبعد عن التاني 6، يبقى أنا كده هجيب قوتين للزوجة، قوة للزوجة على السطح العلوي وقوة للزوجة على السطح الإيه؟ السفلي. يبقى أنا هعوض في F بتساوي إيتا في اس في A في V على دي مرة باتنين في 10 أس سالب 2، ومرة التانية بستة في 10 أس سالب 2. طب وبعد كده
بعد كده هجيب اف واحد على بعد 2 سنتي، اف اتنين على بعد 6 سنتي، واجمعهم على بعض. يبقى انا لو عوضت كده اف بتساوي ايتا في اس اللي هي 8/10 في ايه اللي هي 5.5 في في اللي هي 2 على دي اللي هي هتبقى 2 في 10 اس سالب 2، هيطلع لي رقم اللي هو هيبقى تقريبا 40. طب لو جيت عوضت تاني 8/10 في 2 في نص على 6 سنتي اللي هي 6 في 10 اس سالب 2، هيطلع لي 13 و 33 من 100. هجمعهم على بعض يبقى 40 و 13 53، يبقى الإجابة عندي هتبقى 53 و 33 من 100 نيوتن. يبقى أنا هنا الشغل عندي هنا لازم أبقى فاهم كويس أنا بشتغل إزاي. هنا اللوح بيتحرك باللوحين، يبقى أنا عندي فيه طبقة ثابتة فوق وطبقة ثابتة تحت، فأنا بجيب قوة اللزوجة المؤثرة على السطح العلوي للوح والسطح السفلي للوح وبجمعهم على بعض عشان أجيب قوة اللزوجة المؤثرة على الجسم. السؤال اللي بعد كده، إذا كانت النسبة بين نصفي قطري مقطعي أنبوبة يسري بها ماء سريان هادئا هي 2:3، فإن النسبة بين سرعتي الماء هي على الترتيب 4:9 ولا 2:3 ولا 9:4 ولا 3:2. نفكر من غير ما نتسرع. هنا العلاقة بين نص القطر والسرعة علاقة إيه؟ واحد يقول لي علاقة عكسية، هقول له علاقة عكسية مع المربع. لأن لو عكسية بس كنت اخترت 2:3، لكن عكسية مع المربع يبقى أنا هربع وأقلب. هربع الرقم اللي عندي 2:3 ده وأقلبه. يبقى هربع 2:3 يبقى 4:9، هقلبه يبقى 9:4. يبقى هنا الإجابة عندي هتبقى 9:4. يبقى أنا هنا العلاقة هتبقى في واحد على في اتنين بتساوي ار اتنين تربيع على ار واحد تربيع، يبقى 3 تربيع على 2 تربيع هتبقى 9:4. ده سؤال مقالي في فصل الصيف يفضل استخدام زيت لزوجته منخفضة لأن اللزوجة تقل بارتفاع درجة الحرارة، ولا لزوجته منخفضة لأن اللزوجة تزداد بارتفاع درجة الحرارة، ولا لزوجته مرتفعة لأن اللزوجة تقل بارتفاع درجة الحرارة، ولا لزوجته مرتفعة لأن اللزوجة تزداد بارتفاع درجة الحرارة. يبقى احنا في فصل الصيف بنستخدم زيت نوع ايه؟ ده ممكن يجي لي سؤال مقالي او سؤال زي ما شايفين اختياري. ايه بستخدم زيت؟ استخدمه نوعه ايه؟ احنا بنستخدم الزيت ليه اصلا؟ عشان يمنع احتجاج اجزاء الآلة. طب يبقى لزوجته منخفضة ولا مرتفعة؟ هنا يتوقف على درجة الحرارة. طب العلاقة بين درجة الحرارة واللزوج علاقة إيه؟ علاقة عكسية، لما درجة الحرارة بتزيد معامل أو اللزوجة بتقل. يبقى أنا هنا هستبعد إجابتين، أول إجابة اللي هي اللزوجة تزداد بارتفاع درجة الحرارة، واللي هي رقم ب، والإجابة رقم ج اللزوجة تزداد بارتفاع درجة الحرارة. طب دلوقتي هستخدم بقى اللزوجة منخفضة ولا اللزوجة مرتفعة؟ هنا بقى في الصيف درجة الحرارة بتبقى عالية. طالما درجة الحرارة عالية يعني معنى كده إن لزوجة الزيت هتقل، فأنا بضطر أستخدم لزوجة إيه؟ مرتفعة. يبقى أنا محتاج أستخدم لزوجة مرتفعة عشان درجة اللزوجة بتقل بارتفاع درجة الحرارة، فلما درجة الحرارة تزيد يبقى في لزوجة في السائل فيلتصق بأجزاء الآلة ويمنع احتكاك أجزاء الآلة مع بعضها، وبالتالي يمنع تآكل أجزاء الآلة. السؤال ده ممكن يجي لي مقالي أو اختياري، أو ممكن يقول لك أيهما يفضل مع التفسير، استخدام زيت لزوجته عالية أو منخفضة في فصل الصيف، أو استخدام زيت لزوجته عالية أو منخفضة في فصل الإيه؟ الشتاء. طبعا هنا الفرق الصيف والشتاء اللي هو فرق درجات الإيه؟ الحرارة. يبقى لما أقول لك الصيف يعني مقصود درجة الحرارة مرتفعة، في الشتاء يبقى درجة الحرارة إيه؟ منخفضة. واحد ممكن يقول لك إيه، طب أنا ممكن أغير الزيت حسب نوع الفصول السنة.
ايوه برضو ممكن يجي لي سؤال كده، اغير الزيت حسب فصول السنه، لان في الشتاء هحتاج زيت لزوجته منخفضه، لكن في الصيف هحتاج زيت لزوجته ايه مرتفعه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يتدفق الدم خلال الشريان الاورطي نصف قطره 1.2 سم، وسرعه تدفق الدم بيه 40 سم في الثانيه. يتفرع العدد من الشعرات الدمويه نصف قطر كل منها 4×10^4 سم، وسرعة الدم فيها 5×10^4 متر على الثانية، عدد الشعرات الدموية. طبعا ده سؤال من الأسئلة اللي ممكن يجي لي بشكل مقالي، وأنا فضلت أن أحطه بشكل مقالي على أساس أن أنا أعرفك إحنا هنحله إزاي خطوات. إيه بقى الإجابة بتاعتنا؟ أول حاجة هنقول R1 تربيع في V1 بيساوي إن R2 تربيع في V2، يبقى نص القطر الأولاني مربع في V1 بيساوي إن عدد الشعيرات أو عدد الفتحات أو عدد التفرعات في R2 تربيع في V2. هنعوض، يبقى 1.2 تربيع في 4. واحد يقول لي طب انا ما حولتش ليه النص القطر؟ لان نص القطر هنا بالسنتي وهنا بالسنتي، فمش لازم احول، لان التحويل هنا زي التحويل هنا، مش فارقه كتير. طب ليه 4 حولتها مش كتبتش 40؟ لان 40 هنا بالسنتي وانا بشتغل او السرعه التانيه بالمتر، فلازم يبقى الوحدات الاتنين شبه بعض. هيساوي ان في 4×10^4 كل تربيع في 5×10^4، يبقى انا هنا حولت السرعه ما حولتش نص القطر، لان نص القطر الاثنين نص القطر فيهم بالسنتي، لكن هنا السرعه واحده بالمتر واحده بالسنتي، فلازم يا اما احول للسنتي المتر يا اما احول المتر لايه لسنتي. هنا في الحاله دي ان هتساوي كام؟ طبعا استخدام الاله الحاسبه هنا هنقسم بقى اللي هي 1.2 تربيع في 4 على 4×10^4 تربيع في 5×10^4، هيطلع عدد الشعرات الدموية حوالي 7.2×10^9 شعيرة. طبعا عدد ضخم جدا من الشعرات الدموية موجود في جسم الإنسان، ودي طبعا ليه؟ علشان المساحة الكلية هتزيد فالسرعة هتقل، فتدي فرصة ليه الدم ان يعمل تبادل مع الخلايا للغذاء وثاني اكسيد الكربون. طبعا دي حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان هنا ان عدد الشعرات بيبقى كبير جدا اكبر من عدد الشرايين. السؤال الاخير، ما النتائج المترتبه على احتواء السائل على فقاعات غازيه بالنسبه لنوع السرايين؟ ايه اللي يحصل لو في فقاعات غازيه في السائل؟ هنا بقى احنا اتفقنا، قلنا من شروط السرطان الهادئ ان يكون السائل خالي من الفقاعات الهوائيه. طب لو في فقاعات هوائيه يا ترى هيحصل ايه؟ يصبح السريان مضطرب او غير مستقر. يبقى السريان هنا هيبقى غير مستقر، يبقى فيه نوع من انواع الاضطراب، لان هنا الانسياب مش هيبقى في نعومه ويسر بقى، لان الفقاعات الغازيه هتغير او الضغط بتاعها هيغير في معدل الانسياب. بكده يبقى احنا غطينا جزء كبير جدا من الباب الاول والرابع، ونقول لكم متشكرين على حسن الاستماع، شكرا لكم، كان معاكم نبيل سعيد.